السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. أنا دكتور ياسمين أبو العلا، مدرسة فارماكولوجي في الام تي اي وعين شمس. هكمل معاكم السكيشن بتاعة الجنرال فارماكولوجي، ونكمل الدوسج فورمز والديفرنت روتس اوف ادمنستريشن اللي احنا كنا بدأناها. أفكركم سريعا، احنا خدنا الانترال وخلصناها كلها، اللي هي الاورال والسابلينج والريكتال، وكنا بدأنا في البارنترال دوسج فورمز اللي هي خدنا منها الانجكشن والسبكتينيوس امبلانت وخلصناهم. هنتكلم النهارده خلاص في اخر اثنين، اللي هو الانهاليشن والتوبيكال دوسج فورمز اند روتس. أول حاجة الإنهاليشن، الأدوية اللي بناخدها كبخاخات أو عن طريق البخاخ، تمام؟ الإنهاليشن دي بتبقى أبزوربد إزاي؟ هي بتبقى أبزوربد عن طريق اللونج، بتبقى أبزوربد عن طريق الثين ألفيولر إبيثيليوم عشان توصل للبلمونري سيركيليشن على طول. هو إيه الهدف إن أنا أدي الدواء عن طريق الإنهاليشن؟ إن أنا عايزه يبقى عايز الدواء يبقى كونسنتريتد في اللونج علشان يعالج لي المشاكل اللي في اللونج، العيان اللي عنده حساسية، العيان اللي عنده أزمة، العيان اللي عنده كحة، الكلام ده كله أنا بديه دايركتلي، عايزه يوصل لللونج من غير ما يوصل لأي تشو تاني أو ما يبقى ليه less systemic side effects، تمام؟ عيانين الأزماتكس اللي عندهم برونكيال أزمة، عندهم حساسية، دول بنمشيهم على انهيلد، يعني كرونيكلي بنمشيهم على انهيلد كورتيكوستيرويد. تخيلوا الكورتيزون ده لو انا بديه سيستميك كرونيكلي كل يوم كذا مره في اليوم، طبعا هيعمل لي سايد افكتس كتيره جدا وصعبه جدا. علشان كده بنفضل الانهيليشن روت. الادفانتجز بتاعته ان هي الدروجز بتبقى رابيدلي ابزوربد فروم ذا لونجز نتيجه اللارج سيرفيس اريا بتاعه اللونج، وبتبقى ريتش ان بلاد سبلاي. طبعا السيرفيس اريا بالالفيولاي بتاعه اللونج فيري لارج، تمام؟ We it is rich in blood supplies، فبيحصل على طول absorption للدروج بسرعة، أوكي؟ حتى العيان اللي بيجيله الأزماتيك أتاك بقول له خد البخاخ بتاعك، تلاقيه على طول once إن هو أخده بدأ يستريح، وذن ما فيش يعني يمكن within one minute يبدأ يستريح، أوكي؟ It's a very rapid route of administration. بس ال disadvantage بتاعة ال inhalation route إن بيبقى شوية inaccurate dosing طبعًا. جزء من الدروج ممكن يضيع في البق، ممكن ما يبقاش اتاخد مظبوط، ممكن يبقى اتبخ بره اصلا مش جوه بالظبط، مش جوه البق بتاع البيشنت، او ما خدهوش بالظبط بالطريقه المظبوطه او الصح، فبيبقى ان اكيوريت دوزنج. كمان بعض الادويه اللي اساسا احنا بنديها علشان تعالج حساسيه الصدر اللي هي زي البرونكيال ازما، ممكن تبقى هي نفسها اريتنت لللونج، اوكي، وتسبب للعيان شويه اريتيشن وشويه كف. زي ما هناخد later on ان شاء الله تاخده في سنة تانية في respiratory module، هنبدأ نشرح الأدوية دي كلها. ف it's a very important route of administration و very important dosage form. الدوسج فورمز بقى بتاعت الأدوية اللي بتبقى by inhalation، بتبقى يا إما gas، اوكي، زي الاكسجين اللي هو ماسك الاكسجين اللي الناس بتاخده، يا اما بتاخده طبعا اليومين دول كتير جدا، الناس اوريدي عرفت الكلام ده وبقت بتستخدمه نتيجه الظروف اللي احنا فيها والكوفيد 19 وكده، يا اما حاجه زي النيتروس اوكسايد، ده جنرال اناثاتيك، اوكي. في كمان بيبقى الفورم نفسها بدل ما هي جاز عباره عن زي الاكسجين او النيتروس اوكسايد، بتبقى فولاتايل ليكويد، هو بيبقى اصلا ليكويد، تمام، بس بيتبخر بسرعه. زي مثلا في الجنرال اناثيزي عندنا حاجه اسمها هالوثين، ادويه من الادويه اللي بتستخدم للتخدير الكلي. الهالوثين ده اساسا بيبقى ان ذا فورم اوف ليكويد، لكن وانس ان احنا فتحناه كده بيحصل له ايفابوريشن، بيبقى فولاتايل، بيتبخر بسرعه، اوكي. فده برضو another dosage form للانهاليشن. عندنا كمان ممكن يبقى الدوسج فورم للادويه اللي هتتاخد باي انهاليشن ان ذا فورم اوف سوليوشن، ايروسول بنسميه، اوكي، ايذر بيتاخد عن طريق نيبولايزر او بيتاخد عن طريق حاجه اسمها ميتر دوز انهيلر، ودي معظم ادويه الحساسيه بتبقى ان ذا فورم اوف ايروسول، يعني بتبقى الماده الفعاله دايبه اوريدي في سوليوشن ويبدا العيان يستنشقها او ياخدها بحيث انها توصل الايروسول ده او البارتكلز دي بتوصل لل respiratory system، تمام. الايروسولز دي بت provide high local concentration على البرونكاي، وطبعا بت minimize ايه ال systemic effects،
طيب احنا معانا هنا اوريدي في الجامعه، انتوا لما تيجوا في السكاشن بتاعتكم اوريدي الجامعه موفره لكم النيبولايزرز والميتر دوز انهيلر والسبين هيلر عشان تشوفوها بعينيكم ونتعلم مع بعض التكنيكس بي بتستخدم ازاي. طبعا ده جهاز النيبولايزر، اوكي؟ جهاز النيبولايزر البيس بتاعته دي بحط فيها، هي متعلمه هنا كده، بحط فيها الدروج بتاعي او السوليوشن بتاعي حسب الانستركشنز بتاعه الفيزيشن، انت هتوصف للعيان قد ايه، بيحط ايه السوليوشن بتاع الدواء، وبعدين باينستركت هيم ان هو حسب بقى ما هو هيعرف. والله لو هو راجل كبير او ادلت خلاص، ممكن جدا احط له الماوث بيس ويبدا ياخد الدواء وهو حاطط الماوث بيس في بقه ويدخل دايركتلي باي انهاليشن طبعا على الريسبيراتوري سيستم. تمام، احنا لو شغلنا النيبولايزر ولما تيجوا السكاشن هتشغلوها هتلاقي طالع منه هواء. هي الفكره كلها ان السوليوشن ده مع الهواء بيتحول لايروسول بارتكلز يبدا العيان يستنشقها. اوكي، هتجربوه بنفسكم ان شاء الله لما تيجوا الجامعه. ممكن كمان العيان ما يستخدمش خالص الماوث بيس، بيستخدم الماسك. تمام، كلنا عارفين الماسكس دي، بيبدا يحط الماسك ويبدا يستنشق الايروسول ده او السوليوشن بتاع الدواء ده عن طريق الماسك. والماسكس دي كمان في منها الحجم الصغير اللي هو بتاع البيدياتريكس او بتاع الاطفال. الجهاز ده اسمه نيبولايزر. ناس كتير، معظم طبعا الناس اللي عندها حساسيه، حساسيه صدر زي الازماتكس، بيبقى عندهم جهاز النيبولايزر، وكتير من الناس دلوقتي عندها جهاز النيبولايزر نتيجه الظروف اللي احنا فيها. اوكي، ده اسمه metered dose inhaler. metered dose inhaler عبارة عن ايه؟ metered dose inhaler عبارة عن دي بنسميها الدواء اسمه canister، بتبقى عبارة عن دواء او liquid مضغوط جوه الكانستر دي، بتتحط في الميتر دوز انهيلر وليه ماوث بيس. تمام، اهو الماوث بيس انا فتحتها اهو، بانستركت البيشنت accordingly الانستركشنز برضو بتاع العيان هياخد كام بخه من الميتر دوز انهيلر. بانستركت البيشنت ان هو يمسك الميتر دوز انهيلر بالثمب بتاعه، يحط الثمب على الكانستر من فوق ويوجه الماوث بيس يبدا يحطها في بقه، بقول له خرج كل الهواء، اعمل اكسبيريشن او اكزيليشن يعني خرج الهواء، وبعدين حط الماوث بيس في بقك، وانت بتدوس على الميتر دوز انهيلر او على الكانستر تبدا تاخد ديب انسبيريشن، وانت بتدوس يعمل كده. اوكي، ياخد ديب انسبيريشن وبعدين يكتم نفسه مثلا فور 10 سكندز ولا حاجه، اوكي، لحد ما الدراج يوصل لللونج. تمام، وبعد كده يبدا يتنفس عادي ويرجع الكوفر بتاع الماوث بيس لحد الجرعه اللي بعدها. طبعا الميتر دوز انهيلر زي ما احنا شايفين مش سهل ان العيان يستخدمه، يعني عايز كوبريتيف بيشنت وعايز عيان يعرف يتصرف، يعرف يدوس كويس على الميتر دوز انهيلر في وقت معين، يعرف ياخد انسبيريشن في وقت معين ويكتم نفسه، يعني ما هواش مناسب للبيدياتريكس او الاطفال. البيدياتريكس بنفضل لهم النيبولايزر اللي بالماسك علشان هو ما يضطرش يعمل حاجه خالص، الطفل بنركب له النيبولايزر بالماسك. في نوع كمان من الحاجات او الادويه اللي بنستخدمها للانهاليشن، ده احنا اتفقنا اسمه ميتر دوز انهيلر، ده اسمه سبين هيلر. السبين هيلر بيبقى هنا الدواء مش موجود في كانستر زي كده، لا الدواء اوريدي بيبقى موجود عباره عن باودر، هنا مش بيبقى سوليوشن، هنا الدواء بيبقى ان ذا فورم اوف باودر. تمام، وبيبدا العيان يحط الماوث بيس في بقه ويبدا يعمل انهاليشن وبرده يكتم نفسه زي ما قلنا. هنا ده ان ذا فورم سبين هيلر، بيبقى الدواء ان ذا فورم اوف باودر. وفي منه كمان انواع ثانيه اسمها تيربو هيلر وديسكس، الكلام ده هنشوفه في السكشن وهنتفرج على فيديوز بالتفصيل ازاي نعرف نستخدم الدوسج فورمز دي. يبقى ده اتفقنا ان الانهاليشن دوسج فورم يا اما بيبقى جاز زي الاكسجين والنيتروس اوكسايد، يا اما بيبقى فولاتايل ليكويد تمام زي الهالوثين اللي هو جنرال اناتاتيك، يا اما بيبقى ان ذا فورم اوف سوليوشن اللي بنستخدمه للنيبولايزر وللميتر دوز انهيلر، يا اما بيبقى ان ا سوليد فورم بتبقى باودر فاينلي مايكرونايزد باودرز زي الدايسوديوم كروموجلايكيت، دي دواء بنستخدمه في علاج الازماتيك بيشنتس. تمام، وده بيبقى جيفن باي سبيشال انهيلينج ديفايس اللي هو سبين هيلر او الديسكس او التيربو هيلر.
ده شكل الديسكس وده شكل السبين هيلر اللي كان ده السبين هيلر والتيربو هيلر اللي كان معانا. في كمان عندنا من الانهيلرز السبين هيلر ده بيتحط في الكبسول نفسها، بنضطر نحط الكبسول. يعني اللي معايا ده كان التيربو هيلر موجود فيه الباودر اوريدي جاهز، انا ما بفتحوش، ما بضطرش ان انا احط فيه كبسول ولا حاجه. لكن السبين هيلر ده العيان بيحط الكبسول، بيلف الديفايس بطريقه معينه عشان يكسر الكبسول جوه الديفايس ويبدا يحطه في بقه وياخد انسبيريشن او يبدا ياخد نفس جامد علشان الدراج يوصل لللونج. طيب كده احنا خلصنا الانهيليشن روت والانهيليشن دوسج فورم، وقلنا ايه الادفانتج بتاعه الانهيليشن روت، ان هو بيوصل دايركتلي وبيبقى كونسنتريتد في اللونج والالفيولاي وبيبقى رابيد الابزوربشن بتاعه، رابيد، وان هو لا سيستميك سايد افكتس، بس مشكلته ان هو ممكن يعمل شويه اريتيشن، بعض الادويه ممكن تعمل شويه اريتيشن لللونج. طيب التوبيكال بقى روت او التوبيكال دوسج فورمز، الناس لما بنقول كلمه توبيكال بيفتكروا ان هو كريم بس كده، هو ده التوبيكال، المرهم او الكريم او الكلام ده. لا، تحت كلمه توبيكال دوسج فورم او توبيكال روت اي حاجه بتتحط لوكالي، يعني الاي دروبس، الاي اوينتمنت، الاي لوشن، دي بعتبرها توبيكال. تمام، بيحتاج طبعا ان السوليوشن او البريبريشن اللي احنا هنحطها في الاي دي تبقى ستيرايل. نبقى عارفين برضو ان التوبيكال روت بتاع الاي، الاي دروبس بالذات ده، أنا هو لوكال روت لكن بيحصل منه شوية سيستميك ابزوربشن. ازاي بيحصل منه شوية سيستميك ابزوربشن؟ تمام، لأن الدواء ساعات لو وصل للتير سيستم اللي في الاي هيوصل للكابيلوريز بتاعة النوز ويبدأ يحصل له ابزوربشن سيستميكلي. عشان كده العيانين اللي عندهم جلوكوما، وطبعا ده هتدرسوه ليتر اون، اللي عندهم اللي هي الجلوكوما المية الزرقاء دي بنبدا نديهم اي دروبس معينه. الاي دروبس دي لو هم ازماتك او عندهم حساسيه تبدا لو حصل منها سيستميك ابزوربشن تعمل لهم مشاكل. فالتارجت او الايم من الكلام اللي احنا بنقوله ده ان مش كونك بتوصف للعيان حاجه اي دروبس او عن طريق الاي يبقى هي مش هتعمل سيستميك ايفكت، لا ممكن تعمل ليتل سيستميك ايفكت لان ممكن يحصل منها ماينر سيستميك ابزوربشن عن طريق التير سيستم وعن طريق النيزل ميكوزا للبلود ستريم. عندنا كمان الاير دروبس، دي من الحاجات التوبيكال. عندنا الفاجينال تابلتس او الفاجينال روت، ده من الحاجات التوبيكال بنعتبرها توبيكال. اوكي، ان بيبقى فيه فاجينال بنسميها اوفيول، زي كانها بيسري زي سابوزيتوريز كده بس بتتحط في الفاجينا، او فاجينال كريم او فاجينال دوشز، حاجات بتغسل الفاجينا. اوكي، دي من التوبيكال روتس لان مش بيحصل منها سيستميك ابزوربشن. النوز، الحاجات اللي بنيزل دروبس والسبرايز اللي بننظف بيها النوز زي الاوتوفين مثلا، ده من التوبيكال روت. الماوث واش، الحاجات اللي بنتمضمض بيها، الاسترين، مش عارفه اورال بي، الكلام ده كله، دي كلها بعتبرها توبيكال لان هي مش بيحصل لها، انا مش هبلعها اوكي، فمش بيحصل منها ابزوربشن، لا هي زي سابلينجوال هيحصل منها ابزوربشن عن طريق سيستميك سيركيليشن، ولا انا هبلعها فتنزل في الجي اي تي. دي حاجه جاست فور واش وجارجلينج، وبعدين بقول للعيان يسبت التاني، فعشان كده بنعتبره توبيكال روت. واخيرا السكن، التوبيكال روت بالنسبه للسكن اللي هي الاوينتمنتس بقى والكريمز واللوشن. نعرف بس الفروقات بينهم. الاوينتمنت ده انتوا عارفين بيبقى جريزي اكتر لان هو بيبقى في واكسي بيز، الاكتف دروج بيبقى في واكسي بيز زي واكس كده، فبيبقى جريزي اوكي وما بيحصلوش ابزوربشن بسرعه. لكن الكريم زي مثلا الكينا كوم كريم ده اوكي، ده بيحصل له ابزوربشن بسرعه، ده بيبقى البيز بتاعه اخف شويه فبيحصل منه ابزوربشن من السكن اسرع كتير من الاوينتمنت، وما بيبقاش جريزي زي الاوينتمنت. اوكي، بيبقى لاس جريزي وبيبقى اكتر ميسبل وذ ووتر. تمام، اللوشن بقى اللي هو زي الكالامايل لوشن، دي كلنا حاجة يمكن احنا عارفينها وبنستخدمها اوريدي، بنسميه ايه، سقسقة، بنسقسق بيه كده على السكن. اوكي، هو ده الكالامايل دي لوشن، بنستخدمه للحساسية او للاريتيشن اوف ذا سكن. اوكي، ده بيبقى بيمتص بسرعة جدا، ما بحسش بيه خالص على السكن وبينشف بسرعة. تمام، فده بنسميه لوشن. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الحاجات اللي بتتحط على السكن، ايذر اوينتمنت او كريم او لوشن.
كمان في الباودر بعض الانتيبيوتكس زي الصلفة مثلا بتبقى in the form of powder بنحطها على السكن عشان تعالج الفطريات او اللي هي الانفكشنز اللي بتبقى موجودة في السكن. بالنسبة للtopical administration كمان عندنا الtransdermal delivery system، حاجة اسمها transdermal اللي هي الباتشز دي اللي بتتحط، اللي هي النيتروغليسرين باتشز اللي هي بتتلزق على الجلد. اوكي، دي من التوبيكال، يعني احنا بنعتبرها من التوبيكال لان هي بتتلزق على الجلد. النيتروغليسرين دي اللي هي بتعالج الانجينا او بتعالج الذبحه الصدريه. اوكي، دي بتبقى application of drug to the skin، بس ما بديش topical effect هنا، انا هنا بدي systemic effect. تمام، زي ما قلنا النيتروغليسرين adhesive discs او patches هو الادفانتج بتاعتها ان هي بتدي prolonged blood levels with minimal fluctuation، يفضل يديني وهي ملزوقة على السكن تفضل يحصل لها absorption for a prolonged time عن طريق blood vessels، وبالتالي بتديني prolonged effect. وكمان بتأفويد الهيباتيك فيرست باس. احنا اتفقنا وهنعرف later on ان النيتروغليسرين من الادوية اللي ما ينفعش تاخد اورال، احنا يا اما كنا بنستخدمه التابلتس او اللي هي تحت اللسان اوكي عشان ما تعديش على الليفر او الفيرست باس ميتابوليزم، يا اما بنستخدمه كترانسديرمال باتش عشان برضو ما تعديش على الليفر اللي هي اللزقه دي. اوكي، طيب احنا كده خلصنا كل الروتس اوف ادمنستريشن والدوسج فورمز. هنبدا بس سريعا كده نوريكم شكل الاكسرسايزز اللي بتيجي على السكيشن دي بيبقى عامل ازاي. الاكسرسايزز دي موجوده عندكم في الكتاب، انا بس هديسكاس معاكم سريعا احنا ممكن نجيب الكويستشنز ازاي. بيجي ان ذا فورم اوف فوتو ويقول لك ايه منشن ذا نيم اوف ذا دوسج فورم، يعني مثلا الدوسج فورم الاولانيه دي عباره عن ايه، دي سبوزيتوري. تمام كده، خد بالك من الكويستشن، هو بيسألك على الدوسج فورم ولا على الروت اوف ادمنستريشن. لو على الدوسج فورم هنقول سبوزيتوري وبي ده هيبقى الانما. تمام كده، لكن لو بيسألك على الروت هيبقى ايه، الروت بقى اللي هو منشن ذا روت هيبقى ركتل. فاخد بالي كويس قوي في الكويستشن بيسأل على ايه، دوسج فورم ولا روت. بيقول لي بقى ليست فور ادفانتجز اوف ذس روت. الروت ايه الادفانتجز بتاعه الركتل روت؟ الركتور روت احنا اتفقنا من الادفانتجز بتاعته ان انا ممكن استخدمه في عيانين unconscious عندهم كوما او عندهم severe vomiting او ادوية كانت irritant للستومك، كل دي ادفانتجز للركتور روت. تمام كده، ولي less first pass metabolism ما بيعديش على الليفر، this is another advantage للركتور روت. فطبعا لازم نبقى عارفين ومذاكرين كويس ايه الادفانتج والديسادفانتج بتاعت كل روت لان ده منظر الكويستشنز اللي بتيجي. طيب هنا مثلا بيقول لي منشن النيم والروت اوف ادمنستريشن بتاع الدوسج فورم. الكبسول اللي كانت ترانسبيرنت وجواها ليكويد دي كنا بنسميها سوفت كبسول. اوكي، ده الروت بتاعها اورال. طيب تاني حاجه ده اللي احنا كنا لسه شارحينه اللي هو الميتر دوز انهيلر. تمام، وده الروت بتاعه باي انهيليشن. تالت واحده دي الامبول اللي هي كانت بتبقى فور سنجل انجكشن. تمام كده، وده اللي هو الانترفينس انجكشن. بيقول لي بقى منشن وان ديس ادفانتج فور ايتش روت اوف ادمنستريشن. الاورال روت ممكن يبقى ايه الديسادفانتج بتاعه؟ عندنا ديسادفانتجز كتيره، ممكن منها يبقى ان هو بيعدي مثلا على الفيرست باث ميتابوليزم. تمام، الانهاليشن ممكن الديسادفانتج ان هو ما بعرفش احسب الجرعه كويس. اوكي، الدوز ما بتبقاش محسوبه صح قوي، او ان هو بعض الادويه بتعمل اريتيشن لللنج. الانتروفينس انجكشن مثلا من الديسادفانتجز بتاعتهم احنا قلنا كتير، انافيلاكتيك شوك، ممكن تنقل ديزيزز، ممكن تعمل لي كارديك بروبلمز في بعض الادويه، وانس ان الدراج انجكتد مش هقدر اطلعه بره العيان تاني او مش هقدر الحق العيان تاني لو انا حقنت دواء غلط او بكميه غلط. طيب exercise 3 بيقول لي mention the name of the dosage of that dosage form and its route of administration. احنا عارفين ده الامبول. اوكي، والادمنستريشن بتاعها اختار either تكتب intravenous او intradermal، بس هتليست برضو تو ادفانتج للروت وتو disadvantage للروت اللي انت هتختاره either intravenous او intramuscular. دي مثلا بيقول لي mention الروت اوف ادمنستريشن، ده خد بالك هو بيقول لي هنا الروت، فالروت هنا هيبقى ركتل، فبرضه بيقول لي ادفانتج للركتل روت احنا قلنا قبل كده، وواحده ديسادفانتج مثلا ان هو بيعمل بروكتايتس او ان هو نوت بريفيربل باي ذا بيشنتس، بيبقى لو كومبلاينس. طيب
هنا مثلا بيقول لي ايه الروت، هنا بيبقى topical eye drops، دي topical eye drops. بيقول لي regarding this root could it result in systemic side effects، هل ال topical eye drops ممكن تعملي systemic side effects؟ احنا لسه مناقشينها مع بعض وقلنا ايوه، لان بيحصل منها شويه systemic absorption نتيجه ان الدروج ممكن يوصل للتير سيستم ويوصل للنيزل الفاسكولار نيزل ميكوزا ويبقى absorbed systemically. ده مثلا mention this root، هو دي شكل الانما اهي، فبيقول لي ايه الروت هنا، ده هيبقى ريكتال روت. اجان بيقول لي ادفانتج للروت ده، احنا قلنا كتير الادفانتجز لازم اتفقنا نبقى حافظينها وعارفين كويس الادفانتج والديسادفانتج اوف ايتش روت. بيقول لي mention the characteristics of drugs given by this root. فاكرين لما قلنا في نوعين من الانما، ريتنشن لو عايزه اخلي الدواء جوه الريكتم، او ايفاكيوانت لو عايزه افضي الريكتم، والريتنشن دي بيبقى محتاج ان الدواء يبقى سمول فوليوم ويبقى نون اريتنت ويبقى بلو بريشر. لكن لو هعمل ايفاكيويشن يبقى عايزه كميه كبيره من السوليوشن اللي انا هحقنه بالانما ده، وعايزه يبقى بهاي بريشر عشان يحصل ديستنشن للكولن فيحصل ريفلكس بيرستاليسيس ويحصل ايفاكيويشن. يبقى دي الكاركترستكس اوف ذا دروجز جيفن باي ذا ريكتال روت. اخر اكسرسايز هنا بيقول لي مثلا ده واضح ان ده انتروفينس روت، تمام؟ ف which type of disease can be transmitted by this route؟ طبعا ممكن ينقل هيباتيتس سي وممكن ينقل لي الايدز، اوكي؟ ايه البريكوشنز بتاعه الانجكشن في الروت ده؟ باخد بالي طبعا من الجرعه وان هو يبقى ستريكت ستيرايل او بايروجين فري انجكشن، واحقن بالراحه لو الدواء ده ممكن يعمل لي انافلاكتيك شوك او يعمل لي كارديك بروبلمز، واعمل مونيتورنج للبيشنت، يعني اخد بالي كويس من العلامات الحيويه بتاعه البيشنت عشان ما يحصلوش مشاكل او يحصل له هايبر سنسيتيفيتي. هاو كان يو افويد ذا اوكيرنس اوف انافلكتيك شوك؟ نفس الكلام اللي هي البريكوشنز، ان انا بحقن بالراحه وبعمل مونيتورنج للبيشنت تو افويد ذا اوكيرنس اوف انافلكتيك شوك. احنا كده بنهايه السكشن ده خلصنا خلاص كل السكيشن بتاعه الدوسج فورم والروتس اوف ادمنستريشن. خدنا ثلاث سكيشن ثيوريتيكال وواحد ان شاء الله هناخده في السكيل لاب اللي هو التكنيكس اوف انجكشن، تتعلموا ازاي تحقنوا وتجربوا بايديكم كل الانجكشنز انترافينس انتراماسكولار سبكيتانيوس انتراديرمال، وكمان تجوا لنا ان شاء الله بالسلامه في الجامعه وتشوفوا كل الدوسج فورمز وتجربوها بايديكم وتسالوا كل الاسئله اللي انتم عايزينها. ثانك يو دكاتره.